ذلك سابقا، وأجدد المطالبة بإطلاق الرهائن المحتجزين في غزة. لا شيء يمكن أن يبرر التعذيب والجرح والخطف للمدنيين. حماية المدنيين يجب أن تكون ضرورية، وأنا قلق بشأن انتهاكات القانون الدولي والإنساني التي نشهدها. دعونا نكون واضحين، لا طرف فوق القانون الدولي الإنساني. السيدات والسادة، ممثلي وسائل الإعلام، غزة أصبحت مقبرة للأطفال. المئات من البنات والأولاد يقتلون ويجرحون كل يوم. أكثر عدد من الصحفيين، عدد الصحفيين الذين قتلوا في هذا النزاع يفوق ما قتل خلال العقد الماضي، والذي يحدث هو قتل غير مسبوق في تاريخ منظمة. أحيي أولئك الذين يعملون في الإغاثة بالرغم من كل المخاطر والتحديات، والكارثة التي تتفاقم تحتم أن يكون هناك تطبيق لوقف إطلاق النار. في كل ساعة يصبح الأمر أكثر إلحاحا. المجتمع الدولي يواجه مسؤولية فورية وأساسية لوقف هذه المعاناة الإنسانية والمعاناة وتقديم المساعدة الإنسانية لغزة. اليوم الأمم المتحدة وكل شركائنا أطلقوا حملة لمساعدة المدنيين في غزة بقيمة 1.2 مليار دولار، وأن يكون هناك مساعدة لسبعة ملايين شخص بما في ذلك القدس الشرقية. لابد للمساعدة الإنسانية أن تمر عبر معبر رفح، لكن المساعدات التي تصل هي غيض من فيض ونقطة في بحر. ودعونا نقر أن البنية التحتية في غزة لا تتيح تسيير العدد الكبير من الشاحنات للمساعدة الإنسانية في الوقت الحالي. كان هناك 500 شاحنة تسير إلى غزة يوميا، وهذا يجعلنا نتأسف لعدم تضمين الوقود للشاحنات التي تتجه إلى غزة. دون وقود لا يمكن تحلية مياه البحر، لا يمكن معالجة العديد من المياه الخاصة بالصرف الصحي، لا يمكن تشغيل المستشفيات، ولذلك الطريق إلى الأمام واضح: وقف إطلاق نار إنساني الآن. كل الأطراف يجب أن تحترم واجباتها وفق القانون الدولي الإنساني الآن. هذا يعني الإطلاق الفوري وغير المشروط للرهائن الآن، حماية المستشفيات وأماكن الأمم المتحدة والمآوي، طعام وشروب والوقود. كل هذه الإمدادات يجب أن تصل إلى غزة الآن وبشكل آمن، ويجب كذلك تقديم كل ما يلزم للمدنيين في غزة الآن. واستخدام المدنيين دروعا بشرية يجب أن يتوقف الآن. ما من مطالبة من هذه المطالبات يجب أن تكون مشروطة. بالإضافة إلى هذا، نحتاج تمويلا الآن. كذلك أنا أظل قلقا بشأن زيادة العنف كامتداد لهذا الاحتلال في القدس والضفة الغربية. العنف يستشري، وكذلك مخاطر اندلاع النزاع إلى باقي المنطقة هي عالية. نرى ما يحدث في العراق واليمن وسوريا ولبنان. هذا التصعيد يجب أن يتوقف، والجهود الدبلوماسية والتفكير بحكمة يجب أن يسود. الاستفزازات يجب أن تتوقف، وأنا قلق جدا بشأن انتشار معاداة السامية والتعصب ضد المسلمين. هناك المسلمون واليهود الذين أصبحوا قلقين بشأن أمنهم. العواطف المتأججة أصبحت طاغية. التوترات
مستويات عالية جدا، وصور المعاناة، وتلك الصور التي تفطر القلب وتدمي الروح متواصلة. لكن يجب أن نعود إلى روح البشرية والإنسانية. أنا أفكر في المدنيين في غزة، الغالبية منهم أطفال ونساء، دائما فزعون بسبب القصف والغارات. نحو 89 من الزملاء في الأونروا قتلوا في غزة، عدد منهم رفقة أقاربهم. هذا يشمل المعلمين ومدراء المدارس والأطباء والمهندسين وموظفي الدعم وفتاة شابة اسمها ماي. هذه الشابة كان لديها حلم لأن تصبح مطورة للبرمجيات، وكانت تعمل في حلمها للعمل مع الأونروا، وكنت فعلا أستلهم ذلك الحلم الذي كان يلهمها. وللأسف الشديد هناك العديد من القصص المأساوية التي خطفت أحلام هؤلاء، في حين أنهم كانوا يريدون فقط تحقيق أحلامهم. قبل 10 أيام التقيت بعض أقارب الرهائن وأصغيت إلى قصصهم. شعرت بذلك الغضب وتأثرت كثيرا بسبب تلك القصص، ولن أتردد لحظة واحدة للعمل من أجل إطلاق سراحهم. هذا ضروري، وكذلك يجب أن نواجه التحديات الأخرى. إحدى الأمهات تشاركت معي مشاعرها الحزينة بسبب اختطاف ابنها. وفيما يخص مواجهة الكراهية، قلنا إنه يجب أن لا نترك الغضب يلتهمنا. عندما يكون هناك ردع وأطفال يقتلون ولا يكون لدينا أي انفعالات وعواطف، فهذا يعني أن الإنسانية ماتت فينا. وهذه الأم ذكرتني تلك المنافسة للآلام. عندما يكون هناك تنافس في الآلام والمعاناة، لا أحد يكون فائزا. علينا أن نجد مخرجا من هذا الوضع المدمر الذي لا نتيجة له. يجب أن نساعد من أجل تمهيد وتعبيد الطريق لحل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين، حتى يعيش البلدان في أمن واستقرار. Thank you.